السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله، كلشي مزيان، اموركم مزيانه. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. انني خرجت من الدار، من الروتين شويه ديال الدار، وخرجنا انا والزوج ديالي وبنيته الصغيره، حيت اليوم عندهم عطله هما. وخرجنا، البنيتات الاخرين ما بغاوش يخرجوا حتى انهم مع صحاباتهم غادي يخرجوا. المهم خرجنا ندور شويه ونتغداو، بدلوا ديك الروتين ديال الدار، راكم عارفين كتخنق الواحد، خص الواحد يتبدل. واليوم السبت، اليوم السبت كتكون الدنيا شويه خاويه، لان الناس بزاف اللي كيخرج المغرب، اللي كيخرج لهنايا اسبانيا، اللي كيخرج لهذا البينينسولا ديال هنايا وديك الشيء. ايوا المهم، وهانتوما معايا فين ما مشيت هذا النهار، انتوما معايا. المهم هذه واحد هنايا، واحد الساحه هنا كبيره، هنا كيكونوا الحمام، انتوما شوفوهم راهم لهيا، ترى الحمام لهيه. وهنايا كتكون هذه الساحه ديالهم كبيره، هنا تتكون ديك الحفله بحال هكا ديال راس العمره، مزيان حاطينها هنايا. هانتوما هذا السونتر ديال سبته. وها انتم معايا فين ما مشيت، انتم معايا ان شاء الله. المهم احنا عاد جينا للمطعم فين غناكلو، المهم بسيط، ما شي شي حاجه فيها نفتخر عليكم بها. المهم مطعم حلال، وطلبنا السلطه هذه ديال الحوت بالخس وداك الشيء، وساندويتشات ومانيضه. المهم باش نبدلو الروتين ديال الدار وصافي، هادشي اللي كاين. معايا الزوج ديالي، راكم على غنى عن التعريف ديالو، والبنيته الصغيره ديالي هي معايا. راه هو راه بدا ياكل وانا راني جالسه كنصور فيه. غير صور تاني نقول لك صور. وكنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم، بزاف بزاف اللي عطيتكم عليا، ومازالين هاد النهار معايا، وحنا ندورو شويه شويه. يلا نتلاقاو. انا رجعت معاكم، حنايا دابا فواحد الشاطئ هنايا سميتو لا ريبيرا. ها نتوما هنايا فين كيجيو يتبحروا الناس في الصيف وداك الشيء. راه دابا خاوي، معلومه يكون خاوي لان البرد. وهاديك البلاصه اللي فين كتبان لكم البيضاء، هذاك هو الفنيدق، واللي قدام راه هو سميتو الحدود ما بين سبته والمغرب. ايوا حنايا ماشيين، حنا غنهبطو دابا في السانسو ونهبطو لتحت البحر. شوفو هادشي، نهبطو في السانسو ساعة شادين، وهانتوما كيما كتشوفو تيحلو غير فوق ديال الصيف باش نهبطو لتحت. كاين البلاصة ديال التروج وداكشي باش تهبط، ماشي ما تهبطش للبحر ولا هذا، لأن على حساب كيديرو الناس المغلقين. ايوا وتيديرو الناس اللي الناس كبار والناس اللي هذا، وهادشي اللي كاين. واحد بحال تنقولو تيجيبوهم من العام للعام، اللي تيكون راس العام وداكشي كيجيبو فيهم الحلويات، هاد اللعاب، هادشي الترون تيجيبو فيهم ديك بزاف ديال المسائل ديالهم. انا نقرب لكم، بغيت نصور لكم من البعيد وداكشي. هاي انت كيجيبو هادشي ديال الدراري، الالعاب وهذا. انت كيبيعو الزيت بلديه. ها انتوما شي بزاف الشكالاط، بزاف هذا ما تنبغيش نقرب لكم السميات لان ممنوعين في اليوتيوب دابا. هذا هو التشوز اللي كيصاوبوا هنايا، كيوجدوا هذاك كيقلي، راه كيقلي فيه هذاك تشروس ديال الرايه ديال سميتو، وهذاك تشروس العادي. انا هو تشروس العادي، هذا العادي وهذا مشرب. هذا كيصور الشكلاط ديال سميتو، الشكلاط ديال لاطاس. لاطاس هانتوما هانتوما شو كي كيهبط باش كيتصوب، هذه هي الماكينه ديالو. اوتوماتيك
شتي تيبقى يهبطها ولا تيهبط العجينة تيهبطها. مات كيهبط غير القياس. شتي شتي هما قلباتو معاود عليه. كل حاجه كيصوب بحال دابا اللي تيجي تيطلب شي حاجه كيوجدها له ديك الساعه في الصفر. الطريقه اللي صوب الشبكه الاولى هي الطريقه اللي صوب الشبكه الثانيه كتهبطها بيد ما تيقيس هو لا حتى شي حاجه. ها كلشي اوتوماتيك. هادو من لي كوف ها انتينا. وهنايا هنايا كيصوبوا لهم ديك الشيء و وكيوجدوا لهم لهاد البلايصات هنايا كيقبلوا داك الشيء السخيخن اللي بغى شي حاجه تيوجدها له في هذا. وكيوجدها له يا بالشوكولا يا التشروس يا سميتو داك الفنجات وكيديهم تما. وتيجلس الانسان لو كعرف دابا البرد كيتكسر الشكلاط ديال لاطاس. هذا هو الشارع هنايا ديال كيعيطوا له ديال مارينا. هنا الديور كما قالت الزوجه ديالي هذا هو الشارع ديال لا مارينا. هانتوما كتشوفوا شارع كبير. في الصباح كاينوا الناس يديروا شويه ديال الديبورتي كيديروا شويه ديال الحركات. وعاد كاين واحد البارك كبير لتحت غنوري لكم ان شاء الله من بعد. وغنوريكم واحد البارك ديال ديال السباحه هانتوما غادي تشوفوه حتى هو. ومن بعد ملي نوصلوا ان شاء الله غادي نتصل بكم ان شاء الله. احنا في وسط الشارع هانتوما كتشوفوا النافورات. ماشي غير نافوره وحده تقريبا كله غادي نافورات. وهذا اللي كيعطيه واحد الجمال وكيعطيه واحد صبغه خاصه لهذا الشارع. هذا هذه واحد النافوره اخرى حتى هي في نفس الشارع هذا. قوس الريح لما تعطيني الوجه تعطيني الوجه انا غنوريكم واحد الخنطره. هاد الخنطره هادي سمحوا لي على هاد الخنطره هادي كتادي للبارك ديال السباحه. البارك ديال السباحه اللي هو كبير عندهم سته واللي الماء ديالو كيجيبوه من البحر. لان كنعرفوا سته بحال واحد الركاب بحال واحد الحجره ما عندهم شي الماء بزاف. والباء هما كيستغلوه كيجدوه من البحر. هانتوما كما كتشوفوا هادي هي القنطرة. وهنايا فين كاينة هاد الباب هادي الصغيرة هنايا فين كيدخلوا بالنسبة لابيسين الكبير اللي عودتكم عليه. تقريبا فيه شي ان كيلومتر ونص شي كيلومتر ونص ديال 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 الطول. وغادي متلاوي سميتو بالنسبه للدراري الصغار بالنسبه للكبار بالنسبه لكل شيء. وخصوصا في الصيف يكون عامر تقريبا بلاصتك ما تلقاهاش. هذا لابيسين اللي قلت لكم هذا راه خاوي دابا ما فيه شي الماء. راه من هنايا كيمشي هكا هو كله تيكون عامر بالماء خصوصا الماء ديال البحر مصفي بعض الحال كيكون مصفي. وكيمشي حتى للجهه الاخرى لان دابا ما مطرقين الشجر ما بينش شي مزيان. و سميتو وانتم كتشوفوا هذيك البلاصه اللي كتشوفوا فيها الفوق راه فوق هذيك واحد الريستورو ماروكان ارتيزانال. ارتيزانال يعني كتصوب داك الشيء ارتيزانال الاكلات المغربيه التقليديه الطريقه التقليديه. وبزاف ديال الناس هنايا كيجيو ديريكتومون ليها فهي خصك على واحد الشكل سميتو. ولاني قال لك في غايه الروعه في غايه الجمال. وانا حقا ما مشيتلهاش مازال ما كتب لي الله نمشي لها. وان شاء الله غادي نمشي لها ونشوفها ان شاء الله. هذه هي القنطره اللي قلت لكم قبيله اللي كندزو ليها لابيسين زعما كتشوفوا. وهي هنا دايره سميتو بهاد الديور وكل شيء منظر في غايه الروعه. لان الديور هادو كيطلوا على البارك ماريتيمو اللي تعيط لهما البارك ماريتيمو ديالو ديال سبته. وتيطلوا حتى على البحر من الجهه الشماليه.
هذا باك ديال الدراري كيلعبوا فيه الدراري الصغيرين، راه كاينين خمسه ديال لي باك هنايا فهاد الصف واحد كله شويه شويه تزيد واحد واحد 150 متر. هادشي اللي كاين واحد كتلقى الباك. حنا الان كنتواجدوا فواحد المآسد اللي هي من بين المآسد المهمه هنا اللي في سبسه اللي كيعيطوا لها بالاسبانيه لي بانيو عربي، يعني الحمامات العربيه. وهاد الحمامات العربيه اكتشفوها، كانوا غادي يبنيو واحد العماره واكتشفوا سميتو، اكتشفوا هاد الحمامات هادي وما بناوش داك العماره هذيك وخلاوها تحفه، لانها تحفه في غايه الجمال. وهنا بحال اللي تنقولوا حنايا بحال الحمامات اللي عندنا في المغرب كانوا كيستعملوها العرب ديالنا وفي داك الايامات ديال الازدهار ان شاء الله. ودابا ترجع لنا الايام الازدهار ديالنا كما كان شحال هادي، هانتوما كما كتشوفوا هادو ها هما دايرين البروتيج ديالها ودير لها كلشي ديالها. كيجي واحد الوقت ولكن ما بقيتش عاقل بالضبط فوقاش تيجيو باش يدخلوا باش كيشوفوهم. كتخلص واحد التيكيت كتدخل كتشوفو، كتجي بالدروج لتحت وفين عندهم داك بحال اللي تنقولو حنايا البرمات، فيهم المسائل ديالهم، فيهم داك الخشب اللي كيسخن من لتحت اللي كيديرو باش كيسخن الحمام. وحنا رجعنا البلاصة فين كنا وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يكون عجبكم هذا التجوال في مدينة سبتة ويرافقكم ان شاء الله. وكنتمنى باش تدعمونا باللايكات ديالكم وبالاشتراك ديالكم، وبكم غنطلعوا لقدام ان شاء الله. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مرحبا.